كلام ايه اللي انت بتقوله ده يا ستر بيه؟ ايه الكلام انت بتقوله ده؟ بقى انا اهملت في مراهبتي للجمعية؟ بصراحة انا حاسس انك يائس، متهيألك ان كل حاجة انتهت وان عربي خلاص انتصر. لا 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 يا فكر بيه، انا مش يائس، انا يعني كده زي ما تقول اهو، يعني كده شوية كده يعني، انما لسه برضو ما فقدتش الامل. يا ولد يا مصطفى، يا ولد تعالي مصطفى، يا ولد هتشوف دلوقتي سعادتك قد ايه انا مهتم بالجمعية دي. وادي يا مصطفى، ولد قدام فكري بيه، قول 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 انت اشتغلت ايه؟ انا نفذت كل اوامر سعادتك زي ما امرت. شايف يا سعادة بيه؟ شايف؟ وعرفت كل حاجة عن الخناقة اللي حصلت بين حسين بيه فهمي والجماعة بتوعه. يا غبي، مش هو سعادتك اللي قلت لي؟ يا دي انت، انا بسألك عن الحكاية يا بتاع الجمعية. يا كهوة، حكاية حسين ايه وجمعية ايه ايه ده اللي لا 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 يا سعادة بيه، ده موضوع تاني خالص. موضوع تاني ايه؟ يا سعادة بيه، يعني دي مشكلة خاصة، يعني مشكلة خاصة. مشكلة خاصة هنا؟ مش ممكن. اتكلم يا مصطفى، اتكلم. اتكلم يا بيه. يا سعادة البيت، ده موضوع خاص. اتكلم يا مصطفى. اتكلم يا بيه. اتكلم يا اخي، هو احنا بنسرق يعني ولا بنسرق؟ اصل حسين بيفهمي اتخانق مع جماعته وانا عرفت الحكاية. اصل كان عندهم بنت بتخدم اسمها ام سالم، وانما ايه زي القمر. يا سلام. والظاهر والله اعلم، ايوه، ان حسين بيه كان لايف عليه. ده يا في ملفظك، قصدي يعني كان غويه وعشان كده اتخانق مع جماعته وعشان الحكايه دي بس. البنت هربت ومن يوميها وحسين به مش على بعضه. بس ما دام سعادتك بقى مهتم بالموضوع كده، يبقى مش بعيد ان عرابي يبقى خديوي، ومش بعيد كمان اننا نتشنق هنا. قفل مجلة طلعتها بعرقك وجهدك بالظبط زي موت ولد من اولادك. راح تطلع مجلة جديدة، ليش حزين؟ طفل جديد يجيلك مش ممكن ينسيك حزنك على ابنك اللي مات. اللي مات يا نديم، فكر في مجلتك الجديدة. قبل ما افكر فيها لازم انسى اللي فات. بطريقتك المعهودة، سهرة لغاية الصبح ومشي طول الليل في الشوارع وكلام ما ينتهي. بالظبط، يلا بينا. لا لا، سيبنا انا. اولا لان صحتي ما تستحمل، ثانيا لان عندي شغل، ثالثا لانه ابنك انت مش ابننا. ماليش نفس. ها ناوي تاكلني ايه النهارده بقى؟ انت كنت فين يا نديم؟ يا سيدي في اي مكان. ده احنا لفينا عليك البلد طول الليل. ليه؟ شد حيلك يا نديم. ايه اللي حصل؟ ابنك محمد تعيش انت. Thank you.
البركة فيك يا ابني. راحوا يعزوا في ابن نديم. هي الحياة كده. إرادة ربنا، هنعمل إيه؟ ليه كل الإنسان ما يتعلق بالأمل؟ يجي اللي يفكر إن الأمل ده وهم، وإن الحياة مجموعة أشياء غريبة، لعبة مضحكة تزعل أو لعبة محزنة تضحك. مفروض الأب يموت قبل ابنه، ما بيحصلش. مفروض الطفل أمل، ما بيحصلش. لما بنواجه الموت بنواجه لحظة بتتوقف فيها الحياة كلها، ومع ذلك الحياة بتستمر. بنعيش، بنضحك. آه يا دنيا، آه يا زمن، آه يا قلبي. تصدق بالله يا عمي، أنا نديم صعب عليا جدا. ادانا غالي، ربنا يصبره. نديم كان عايش بعيد عن بيته دايما، لا يعرف حاجة عن أولاده ولا عن معيشتهم. لكن ما تتصورش يا رفعت يا ابني جرى له إيه أول ما سمع الخبر. هتقول لي يا عمي هو في عزم الأولاد؟ دي حاجة معروفة طبعا، ولو إني يعني لسه ما جربتش. ربنا يكفينا شر المخبي في عالم الغيب. الباقية في حياتك. حياتك الباقية. انت هنا في اسكندرية؟ انا بشتغل في الجمعية. صحيح؟ وصف فني شغلني. كويس. ومبسوط؟ الحمد لله. مفيش اخبار عن... انا ماليش دعوة بحد، انا مش عايز حاجة من حد. ليه يا سالم؟ دي برضه امك. انا ماليش ام. ما تقولش كده يا ابني، بكرة ترجع لك وتلاقيها. ما انا عارف هي فين، لكن انا لا عايز اشوفها ولا عايز اقابلها. يعني ما انتش عارفة؟ انت مش كنت سافرت بالسلامة؟ سافرت ورجعت الشغل والنار قايدة في قلبي. قلت يا واد بكرة تخف، ما هو الحب ده وباء عقبال عندك. ما فيش فايدة، زاد وزاد. اصبح على صورتك، انام اذا كنت بنام وانا بحلم بيك. ما فيش غيرك في مخي. بقيت اقول لامي يا ليلى، بقيت اقول للمدير صباح الخير يا ليلى بيه. مفيش حاجه تانيه بفكر فيها. قالوا على ليلى، قالوا عليا مجنون ليلى. هو فعلا ليهم حق، انا مجنون ليلى. طب انت مش عارف انهم لو عرفوا انك هنا هيبهدلوك زي ما حصل قبل كده؟ انا ما عادش يهمني هتبهدل ايه اكتر من كده. انا اتهزقت في حبك واللي كان. طب ما تاخدها من قصيره وترجع اسكندرية وتوفر على روحك البهدلة. اتبهدل 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 وماله. والنبي انت صعبان علي. يا سلام. حي كفاية عليا الكلمة دي، كفاية. انا صعبان عليكي؟ يا سلام. والله والله لو مت دلوقتي لا يقولوا عليا اسعد واحد في الدنيا مات. طب
طب قوم بقى احسن عثمان جاي. لا لن اتحرك، اموت بقربك. ايه اللي جابك هنا يا جدع انت؟ بهدلني، هزقوني، انا عايز اتهزق. بهدلوني، انا عايز اتبهدل. انا مجنون ليلى، انا مجنون ليلى، انا عايز ليلى. معلش الواحد بيقدر والظروف تيجي تلخبط كل حاجة. خير يا ابني؟ ابدا عمي، و كان في وظيفة في الحقانية كويسة اوي الحقيقة، وكنت نفسي اروحها يعني، انما بقى الظاهر ان مفيش حظ. ليه بقى؟ اكيد هياخدها حد تاني. والنبي ما يلاقوا زي ده، خطه سلاسل ده. يا نجاح يا نجاح، المحسوبية هي كل حاجة في الايام دي، وبعدين زمايلي اكيد لهم وصايد كبيره جدا. ما احنا برضه ناس كبار يا رفعت يا ابني، ونعرف ناس اكابر. ما هو الحقيقه انا كنت بفكر في كده برضه يا عمي، لولا ان الظروف عكست يعني. ليه؟ ابدا كنت عايز حضرتك يعني تكلم نديم. ايوه النبي، ده يعرف الحكومه كلها. بس الحقيقه جت حكايه وفاه ابنه دي يعني خلت الموقف يتهيألي محرج شويه. طب استنوا عليه شوية وبعدين كلموه. تكون الوظيفة طارت. يبقى مفيش بقى غير انك تلاقي مناسبة وتيجي تقابل. ربنا يسهل ان شاء الله، كل شيء بأوانه. بس بقى مش ده نديم اللي ما كنتش بتطيق تسمع اسمه؟ نعم الله، الحياة شطارة الله، مش كده ولا ايه يا عم حفظ بيه؟ صحيح، ورفعت افندي شاطر قوي والنبي. المهم يا عمي توصياتك يا عمي. عمي انت الخير والبركة يا عمي. إن شاء الله. على كل حال نديم بينسى أحزانه بسرعة. لا يعني لا. أنت بتتكلم إزاي يا نديم؟ الخديوي يبدله إيده يرفضها؟ مش عشان يحط إيده في إيده، لا، علشان يسجنه. الخديوي عرض البشوية على عرابي، فيها إيه دي؟ من غير ما تكون باشا كانوا بيقولوا لك يا باشا، ولما تكون باشا هيقولوا عليك أحمد عرابي، وفي النهاية لا زدت ولا نقصت. يبقى خلاص ما دام مفيش فرق، ليه نعاد الخديوي؟ ما هي دي المشكله، انت بتتكلم كما لو كنت عرابي وما انتش عارف انك مش عرابي. ايه فزوره من فوازيرك دي يا نديم ولا ايه؟ لا فزوره ولا حدوته. عرابي في ذهن الناس زعيم، ومع ذلك هو برضه انسان عايز يرضي الخديوي، يمكن مش لاسباب سياسيه، يمكن عشان ما يحرجوش. انا شخصيا مش شايف اي ضرر في قبول اللقب. بالعكس، لما ناس يحسوا ان بطلهم بيقبل شيء ما من ايد اعلى ما يبقاش بطلهم. الناس بيدوروا على زعيم له اقوى الناس ولا اصلح الناس، له اذكى الناس ولا احسن الناس. كل اللي بيطلبوه في الانسان ده انه يقدر يقول لا. يبقى لا يا نديم. يا باشا لا يا محمود، أنا مش عايز الناس يتصوروا إن الخديوي اشترانا. بس منصب وكيل الجهادية ما اقدرش ارفضه. الجيش كله مصر عليه. بالعكس، أنت لازم ترفضه وترفضه. المنصب سجن ليك، أنت مع الناس قريب منهم، وأي منصب هيبعدك عنهم. مأساتك يا نديم إنك بتتصور أي زعيم زيك بالظبط. أنا مش عايز زعيم زيي، أنا عايز زعيم زي كل الناس. لما تكون بتختار بين النفي في الأقاليم أو السجن في منصب في المحروسة قريب من الأحداث، عليك إنك تختار إنك تكون قريب من الأحداث مهما كانت التضحيات.
يحلم الإنسان وفجأة يلاقي الحلم ضاع. وإيه اللي خلاه ضاع؟ أنا اللي بسأل. اسألني أنا. بسأل الدنيا كلها. أنت لوحدك المسؤول عن أحلامك. الدنيا كلها. يمكن. بس مش أنا. أنت كمان مسؤولة. أنت خايف من نفسك. ده صحيح. لكن أنت مسؤولة. وأنت مسؤول. يمكن الدنيا كلها مسؤولة زي ما بتقول. شبكة عنكبوت كبيرة بنقع فيها كلنا، بنضيع في وسطيها. أنا لوحدي اللي ضعت. إذا كنت بتضيع النهاردة كلنا حنضيع بكرة. أنا حاجة وإنتوا حاجة تانية. أبداً، كلنا شيء واحد، وما دام انت ضعتي كلنا حنضيع. ما عادش الكلام ينفع. اخو لازم يكون في امل. امل ليك، للناس، للافنديه، لكن ليا انا مش ممكن. انت الناس والافنديه مكتوب يا نديم، مكتوب وما عادش ممكن يتغير. اذا كان ما فيش امل انه يتغير يبقى ما فيش داعي نعيش. نديم، ياريت ياريت أمل زيك. ياريت كان عندي صبر زيك. انت لازم تمشي. وانت كمان. انا مكاني هنا. وانا كمان مكاني هنا. والناس تشوفك وتتكلم عليك. لا، لازم تمشي دلوقتي وما ترجعش هنا تاني. ويمكن نتقابل او ما نتقابلش. لازم نتقابل. مين عارف، يمكن يكون فيه أمل زي ما بتقول. يا اهالي بدواي، واطمنكم يا اهالي بدواي ان عرابي حيشوف مصالحكم. ما تكلمنا بالعقل يا عم حسنين. لا انا مجنون يا ولا، ده عرابي بذات نفسه قاعد يسمع كلامي. قلت له ايه؟ قلت له على حالنا. وقال لك ايه؟ قال لي ان شاء الله كل حاجه هتتعدل يا عم حسنين. الحمد لله. قال لك كده؟ ايوه والله، حتى اسال نديم. يا جماعه يا جماعه افهموا الكلام، افهموا. قال لك كله هيتعدل. قال لكش امتى؟ عدل. قال لكش ازاي؟ هو انت عاوزنا برطم معاه في الكلام ده كمان يا ولا؟ بس كنت عاوزك تفهم الكلام كويس يا عم حسنين. اقص عليك ودهبل. صحيح يا جماعة، افهموني. عرابي دي زي فلاح بيحرط الأرض. ابتدى بالمحروسة، وعلى بال ما هيوصل لنا هيكون فاتت سنين ووراها سنين. يعني ايه يا رمضان؟ يعني اقول اما كناش احنا هنحرط الأرض عمرها ما هتنحرط. ايوه، عرابي هيغيب علينا، هيغيب علينا كتير، وعلى بال ما يجن هيكون تعب ولا يقدرش يحرط أرضنا. يا ريت يكون عجبك اكلنا. عظيم عظيم بعد اكل باريس. اللي يسمعكم بتتكلموا ويتهيالوا ان كل شيء ممتاز في باريس الا السياسه. ده صحيح. وكيف ياتي الخبيث من الطيب؟ اذا كان قصدك الاستعمار فالاستعمار عتيق. معنى كده ان الحضاره حاجه والتقدم حاجه تانيه. ده معنى كلمتك دي. ده بيتوقف على معنى كلمه التقدم. احسن يكلمنا عن التقدم. الراجل اللي كان بيطلع في بيروت جورنان باسم التقدم. نجنا يا رب من نديم. بيشغلنا بمشكلات التاريخ وهو غرقان بمشكلات الحاضر. صدقني يا اديب، يمكن دي اهم قضيه في حياتنا، التقدم. يعني ايه التقدم؟ وامتى وليه وازاي؟ بتهيالي هي دي القضيه اللي لازم كلنا نهتم بيها. بعد إذنكم.
صحيح ان الزيارات للجمعيه مش كتير، وصحيح ان ما اعرفش احمد سمير كويس، انما متهيالي انه متغير شويه جدا. غريبه ولا غريبه ولا حاجه يا رضوان بيه. سمير تلميذ نديم، تلميذه بمعنى الكلمه، يعني بيحاول يكون زيه في كل حاجه. نديم قدر خلال شهور انه يعمل جمعيات في كل مكان، سمير حاول فشل، ما قدرش يفهم الناس في اول بلد، والناس كمان ما قدروش يفهموه. بسيطة، لازم يعرف ان كل واحد له اسلوب مختلف. صح، ومع ذلك التجربة دي اتأثرت عليه وليه حق، لانها تجربة غريبة فعلا. انا شخصيا بفكر فيها بشكل تاني. احنا طول عمرنا كنا في ناحية والشعب في ناحية تانية، طول عمرنا في ناحية والشعب في ناحية، مفيش حل وسط، لازم يا اما نبقى مع الخديوي يا اما نبقى مع الناس. فهمني؟ فاهمك طبعا. افتكرش اذا كنت انا نفسي لسه مش فاهم نفسي. على فين؟ على اي مكان. الشحات ليه نص الدنيا. شحات الثوره. سراييركم مريحه قوي، ما تناسبنيش. طيب انت وعدتني انك هتبيت هنا النهارده. وعدني من سنين يكون معايا دايما. صح، وعد القديم اقوى. ودي احسن طريقه عشان تتخلص مننا احنا التنتين. انت بتحب ايه في الالوان يا سليم؟ انت مأكد الجنيت هالجمعيه لازم يصير اسمها جمعيه المجانين الخيريه. في الاول كان تبعنا مجنون واحد هو نديم، اليوم صار سمير ايضا مجنون. الدور عليك هلا. انا بسالك بجد. والله ما بفكر في هذه دايما بفكر في اشياء اهم. ذلك حياتنا كلها الوان. بتحكي بالالغاز مثل صاحبك او استاذك ما بعرف. مع ذلك حاول تجاوبني. الله الله ما بتذكر. بحب اللون الأزرق. ليه؟ يمكن لأنه لون البحر. بحب البحر كثير يا واصف. على البحر فتحت عيني وأنا طفل، تأملت قدامه الحياة كلها، وفي اسكندرية كان أحسن مكان إلي الإسكندرية هنا في مصر. واللون الأبيض جميل بيشرح، والأسود كئيب بيحزن. هي دي القضية. قضية شو يا خرفان؟ القضية هي قضية التدخل الأجنبي، موقف الخديوي، حركة عرابي، ما هي قضية الأبيض والأسود. بالعكس، القضية قضية الأبيض والأسود. الأبيض لازم يكون أبيض والأسود لازم يكون أسود، وإحنا دايما كنا في النص، لا إحنا مع الناس ولا مع البشوات. مثل اللي رقصوا على السلم. عظيم يا سليم عظيم، ما انت بقيت ابن بلد اهو. فانا عايزهم يعني يعرفوا لي الموضوع وتبقى تقول لي انت. حاضر يا فندم. حاضر. يلا جاك وجع بطن. في ايه وليه منك ليه؟ اصل احنا كنا عايزين نكلمك في حكايه. ما تتكلم، انتوا يعني بتبطلوا؟ ما هو اصل ده بقى حال ما ينسكتش عليه مصباح. ايوه، احنا لا يمكن نسكت على كده ابدا. عاوزه تقول ايه يا غندوره؟ بقول ايه، اتكلمي انت بقى. ما تتكلمي يا وليه منك ليه؟ ما هو بصراحه بقى كده يا مصباح، هدومنا دي ما عادتش تنفع. نعم ايوه، انا ابني بقى مركزه كبير وما يصحش اقابل حد بالهدوم دي. ايوه زي ما هي قالت كده بالظبط. كده اهو. ايوه. طب لما انتوا فالحين بالشكل ده ما بتقولوش لعبد الله ليه؟ وهو احنا عارفين هو طريقه فين؟ يعني ما فيش قدام كلنا هنا عشان تكلموه. ايوه بسيطه، اطفش انا كمان، ومين عارف يمكن انا كمان ابقى خطيب الثوره. هو يعني الواد عبد الله بيفهم احسن مني؟ نديم ما بقاش خطيب الثوره وبس، لا ده بقى محامي الثوره كمان. ايه افوكاتو يعني؟ ايوه، من غير توكيل من حد. ده بيدافع عن الثورة في كل مكان وبكل سلاح.
لما بيحاول صحفي فرنسي انه يشكك في الثورة المصرية ويقول انها صدى لمؤامرات الاستانة، يرد نديم في مقال عنيف في المجلة يوضح فيه اصالة الثورة المصرية ويستند لتركيا وهو بيهاجم الدول الاجنبية، وبالشكل ده يكسب تركيا والاتراك المصريين، وفوق ده كله يكسب الازهر. ولا يجد نديم مانع من ان يستند الى الاعيان وهو يهاجم العهد القديم ايام كان السلطه المطلقه في ايد الاتراك والشركس، وبهالطريقه بيكسب الاعيان وبيكسب معاهم مشايخ الازهر اللي بيكرهوا النظام التركي القديم، وكانوا بيشكوا في ثوره تعتمد على الجيش مش على العناصر المدنيه.